انتخابات واجب على كل مواطن ومواطنه جزائريه. انا نفوتي، انا موافق نفوتي في كل انتخابات تشريعيه ولا رئاسيه ولا بلديه. انا نفوتي ما كان حتى مشكل، هز لاكارت فوت تاعك وراه تفوتي، ما فيها حتى مشكل. تبالي انتخابات تشريعيه تاع البرلمان، انا نامن بنظام الكوطات، ها لا فلان ولا رندي، ومن بعد الاسلاميين وشويه اليساريين وشويه اليمنيين، و الانتخابات الرئاسيه باينه تاع السيستم هذه. دونك انا ما انتخبش في الانتخابات التشريعيه. نفوتيو بلادنا، لازم نفوتيو مهما كاين عراقيل مهما كذا، لازم الواحد يدي الواجب تاعو. مانيش تاع انتخابات انا اختي، مانيش تاع انتخابات، ما نشارك ما والو، ما على باليش بهم خلاص. ما مش عفار فقد الثقه ولا هكاك، ما على باليش كيف انا جامي انتخبت ما نحوش عليهم. ما ايه كي ما ننتخبش، هذا ديجا راهو عمل سياسي بعد. انني ما ننتخبش هذا نوع من السياسه، لان ما عنده حتى معنى. لا راح ننتخب انا على شيء مفروغ منه، هو كوطات الاول والثاني تاع رندي والاول والثاني تاع فلان، وشويه اللي زيبوكريت هذوك الطبقه الفاسده هذه اللي تسمى المعارضه ثاني اللي دايرين بهم. الا كان فيها شباب نفوطيو، الا كان قارح وخوه لا لا ما نفوطيوش، لخاطر ما داروش فينا الخير. احنا ما نخيروش ومن بعد نقول لك او هذاك ما يصلحش وعلى داروه وعلى داروه. هذه نقطه. النقطه الثانيه اللي مع للاسف اللي ما عندوش بطاقه الانتخاب او تلقائيا لا يتم لا ماهوش راح ينتخب يعني، ولا يتحسر فيما بعد على صوته الضائع ويقول لك علاه ما طلعش فلان ولا ما طلعش فلان، وهذا برلمان ويعني اتى وقت للتغيير. نقول لك سيدتي، انا نظن على حسب عقليتي انا، واش بالي يا روح انتخب ما محتاج دول باش يقولوها والشعب الجزائري راح انتخب. انا جامي انتخبت، جامي انتخبت تعد، مش نقول لك هذا هو المثال اللي على جال الانتخابات. ناس بكري يقولوا الخزرانة منين معوجة من الفوق، وزيد مثال ثاني قال له اللي مزوق من برا وشراو من داخل. والله ما نكذب عليك، المراه خليها ترشح ما كان حتى مشكل، خليها ترشح ما قدر تكون خير. انا نفوت على الرجال باش ما نكذبش عليك، بصح ما كان حتى مشكل خليها ترشح. ولا شافت روحها قادره على شقاها، شافت روحها قادره على شقاها وقادره على المسؤوليه. المراه لازم ما تستعملش العاطفه بزاف في السياسه، السياسه هي صعيبه شوي، والمراه حنا نعرفوها شويه عاطفيه هكا، لازم تكون رزينة شوي، رزينة شوي وربي يعاونها. فرات واش نقول، هي مليحة مليحة دونك. المرأة راهي ضعيفة في الشخصية تاعها والمسؤولية واعرة من جهة المرأة، لو كان العود تعود صالحة المرأة وتعدل البلاد هذه وتعود ممكن. المشكل مش في المرأة، ولا أنا نامن تسمى بمساواة تاع المرأة ولا في هذه الأمور هذه تدخل العمل ولا تدخل الانتخابات. المشكل في السيستم كله، فهمتي؟ مرأة ولا رجل للزوج من نفس الآخر. من المرأة هذه منين راح تجي؟ لا راهي من المعارضة، راهي تابعة لكاش حزب من هذو اللي تبعوا في الظل، ولا راهي من النظام، راهي من النظام. كاينة مرأة من المرأة اللي فيها ثقة، مش كل، كاينة مرأة من المرأة وكاين الراجل من الراجل. ممكن المرأة هذه اللي جاية تكون ثيقة في روحها وتضغط على المجتمع هذا وتكون مرأة صالحة. لا يا أختي وش راح نقول لك؟ أنني في سوق وهما راهم في سوق، ما على باليش أنا. ما إيه البرلمان أنا لا أتحدث كثيرا عليهم، لكن سأصرح أنه يجب أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب باختصار شديد. إيه لا يعطيهم الكلمة معليش، ولا مدارينهم غير باه يصوتوا يهزوا يديهم سي بالابان.